عند الله بينك أنت وبين الله. هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله. ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله؟ قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله. ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله؟ هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله. ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله؟ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد، الحمد لله تعالى فقد تم افتتاح بالصدقة الجارية بإذن الله تعالى. ونعيد باي عبد الحميد عارف بن عارف الإسلام مجلس اندونيسيا اليوم يوم الاثنين 16 اكتوبر 2023 ميلادي. فجزي الله عنه خير الجزي وجعل الله في ميزان حسناته وسقاه الله من انهار الكوثر. امين. والسلامة من كل اثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. تقبل يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. امين. هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله. ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله؟ قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله. ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله؟ هل لك سر عند